فرنسية جميلة جدا في الدقيقة 9، إيجواين في الدقيقة 45، وكان التعادل في نهاية الشوط الأول. إلباين سجل البديل دقيقة 83، كوتي في الدقيقة 85 هدف جميل جدا، ثم بقى اللاعب إيجواين في الدقيقة الثانية والوقت بدل الضائع. أدي أمامنا المعارك اللي داخل الملعب، لكن كانت مباراة معركة دارية في هذا الديربي المصغر اللي ارتفع إلى مستوى يعني ديربيات الكبار. وأدي أمامنا 5 من 9 كرات ركلات جزاء أضعها لاعبي فريق نادي ختافي في هذا الموسم، ضيع كاسكيرو.